شوف آيات النصر في كل العمود، شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. أنت دايما أنت دايما أنت دايما 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 في الأمان. قم يا أهلي شوف ولادك والجنود، شوف كتيبك شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. كل نعمة في رحابك عندنا دي مشيئة وإرادة ربنا، من شيوخك اكتسبنا مجدنا وشبابك احتفظنا باسمنا. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. قم يا أهلي شوف ولادك والجنود، شوف كتيبك شوف جنودك والحشود، شوف آيات النصر في كل العهود، شوف وسجل بيها أمجاد الخلود. انت دايما انت دايما انت دايما 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 في الأمان. سيد وزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيد لواء أركان حرب مهندس إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، السادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أسرة النادي الأهلي الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أرحب بحضراتكم جميعا في يوم آخر من أيام النادي الأهلي، وفي هذه المناسبة العزيزة التي نسعد بها جميعا، وعلى هذه الأرض الطيبة، هذه الأرض الطيبة في القاهرة الجديدة التي تشهد حركة تنموية تتناغم مع هذه الحركة وهذه النهضة غير المسبوقة في تاريخ مصر لبناء حياة كريمة لكل مواطن يعيش على أرضها. ولأن النادي الأهلي واحد من أكبر وأهم مؤسسات هذا الوطن، فله السبق دائما في الأخذ بأسباب المبادرة والمساهمة في هذه التنمية، والدور المجتمعي والرياضي الكبير الذي يقوم به في كل ربوع الوطن غير خفي على أي شخص يعيش على أرض هذا البلد الكريم. اليوم نسعد جميعا ونفرح في ظل هذه المجموعة الكبيرة المتواجدة معنا بتدشين وبدء العمل الفعلي للفرع الرابع للنادي الأهلي في محيط القاهرة الكبرى، وهو فرع القاهرة الجديدة. هذا الفرع الذي لقى إقبالا كبيرا من أبناء مصر للمشاركة في الحصول على عضويته للانضمام إلى أسرة النادي الأهلي. النادي الأهلي الذي يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ قيم ومفاهيم ومعاني وتسامح كبير، ليس فقط في الفوز بالبطولات الرياضية المليء دواليب البطولات فيه بكؤوسها وبجوائزها. اسمحوا لي في البداية أن أرحب مجددا بالهيئة الهندسية ورجالاتها وشركاء النادي الأهلي، سواء مكتب صبور استشاري النادي الأهلي وأيضا شركة الأهرام التي تستعين بها الهيئة الهندسية ضمن مجموعة من الشركات الوطنية الكبرى للمساهمة في هذه النهضة وفي هذا البناء. مخطط عام كبير، عمل طموح، يأتي في خطة وفي إطار برنامج عيلة الأهلي الذي قدمه مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب قبل عامين لأعضاء النادي الأهلي، وهو الآن يسير على العهد. هذا العهد كل يوم هناك تأكيد لهذا العهد، وهناك تنفيذ لوعد جديد قدمه وقطعه على نفسه مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب. فكل التحية لهم والتقدير على ما يبذلونه من رفعة للنادي الأهلي وترسيخ كما ذكرنا لقيم ومفاهيم نحن بحاجة إليها في هذا الوطن. اسمحوا لي في البداية أن أعطي الكلمة لهذا الرجل الذي أحبه كثيرا بمنهجيته العلمية وبأخلاقه ولماثة خلقه، الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، فليتفضل. النهاردة طبعا شيء ما بقاش جديد، بقى معتاد ان احنا يكون في حاجة
لمؤسسة نادي الأهلي بتكون حاجة جديدة، بتكون حاجة مرتبطة بالتنمية والتطوير، بتكون حاجة مرتبطة دايما بتطوير منظومة الاستثمار في الرياضة، وأيضا المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة. النهاردة يعني مجرد ان احنا نكون موجودين كلنا لوضع حجر الأساس أو الإعلان عن بداية العمل وتدشين العمل في الفرع الرابع للنادي الأهلي، ده ليه معاني كتيرة وكبيرة. إن شاء الله نتمنى التوفيق لمجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة كابتن الخطيب والمجلس إدارة المحترم، وأيضا لأعضاء النادي، والشراكة اللي موجودة النهاردة طبعا مع الجهة اللي بتعمر كتير وكتير 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 من المشروعات الكبرى في مصر، الهيئة الهندسية، اللي إن شاء الله يعني وعلى رأسها معالي اللواء إيهاب الفار، أكيد هيكون في منظومة بتجري، منظومة بتتحرك بشكل هندسي وشكل إداري وبروجكت مانجمنت وكل الحاجات اللي إحنا متعودين عليها وبنبارك له. وهو يعني إحنا موجودين بعضوية مجلس إدارة هيئة سد القاهرة للهيئة الاقتصادية، اللي إن شاء الله نأمل الكثير والكثير فيها الفترات المستقبلية اللي لسه بنحضر فيها الشغل للأعمال القادمة. ألف مبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله نلاقي حاجة كبيرة زي الحاجات الكتيرة اللي احنا شايفينها وبنشوفها وهنشوفها في المستقبل. دوام التوفيق للنادي الأهلي. شكرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا موصولي مع الوزير الأستاذ دكتور أشرف صبحي على هذه الكلمة الضافية. والحقيقة أنه من حسن الطالع أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين النادي الأهلي وبين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الهيئة الهندسية التي تمثل ذراع وشريان الخير والتنمية والبناء والنهضة، ليست فقط لقواتنا المسلحة الباسلة ولكن لربوع هذا الوطن. كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة. نحن كنا دائما نقول يد تبني ويد تحمل السلاح، ولكن نحن الآن نقول يد تبني وتنمي وتعمر ويد تدافع عن مقدرات هذا الوطن. شكر جزيل وموصول. الحال وإيهاب يعني قليل الكلام يعني، وكان حريص على تلبية دعوة الكابتن محمود الخطيب للمشاركة في هذا اليوم. يعني أنا شخصيا وكثير من حضراتكم بيستطيع أن يقرأ حال النادي الأهلي وحال التفاني من مجلس إدارته وإدارته التنفيذية لما ينظر إلى وجه الكابتن محمود الخطيب الذي يتسم دايما، وشاهدت طبعا في مجروحة بهدوء شديد، بدماثة خلق، بصمت بالغ، وعمل فقط مع مجلس إدارته المتناغم. فله كل التحية على ما يقدم لجمهور النادي الأهلي العريض ولأعضائه ولمجلس الإدارة، وأدعوه لإلقاء هذه الكلمة. تفضل كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيد اللواء أركان حرب اللواء إيهاب الفار، جميع السادة الحضور، بيسعدنا حضوركم جميعا في يوم أعتقد من الأيام التاريخية بالنسبة للنادي الأهلي، يوم إضافة جديدة للنادينا. من 1907 لغاية النهاردة النادي الأهلي كل مجالس إدارته بتسلم بعض، هي سلسلة أنا بقى شايفها أنها سلسلة ذهبية، إن الناس كلها حاول تخدم النادي الأهلي أيا كان من 1907 لغاية النهاردة. يمكن برضو يعني بيحضرني دلوقتي مثلا بعض الحاجات، النادي الأهلي الجزيرة ده الرئيسي بتاعنا أو الموقع التاريخي بتاعنا، ثم فكرنا بعد كده في نادي الأهلي مدينة نصر. نادي الأهلي مدينة نصر كان فكرة سيد الفريق مرتجي الله رحمة الله عليه، شراء الأرض مجلس كابتن عبد الصالح الوحش رحمة الله عليه، قام بالتنفيذ كابتن صالح سليم ومجلسه رحمة الله عليه. ثم فكرنا في الشيخ زايد، الشيخ زايد نفس الكلام، كان فكرة كابتن صالح رحمة الله عليه، ثم كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة، هو برضه المجلس بتاعه اشتروا الأرض وبنوا، ابتدوا يبنوا مبنى، أول مبنى اتبنى اللي هو المبنى الاجتماعي الحالي كان في عهد مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي، ثم جه مجلس إدارة المهندس محمود طاهر أكمل المرحلة الأولى بالنسبة للشيخ زايد. النهاردة نفس الكلام، مجلس إدارة المهندس محمود طاهر كان اشتروا الأرض أو فكروا في اشتروا الأرض،
وفعلا جابوا الارض، لكن الارض لما جينا عشان ننفذ احنا بقى مجلسنا جينا عشان ننفذ احنا لقينا الارض محتاجه او في بعض الظروف الفنيه ما ينفعش ان احنا نكمل فيها. عشان كده احنا لجأنا لدكتور مصطفى مدبولي كان وزير الاسكان وورينا له حقيقه صور الارض وطلبنا ان احنا ناخد الارض اللي جنبها او نغير مكان الارض لان دي كانت هتكلف النادي ماليات كتير جدا جدا يعني عشان بس نردم الارض. الحمد لله وفقنا في هذا الامر والنهارده احنا بنوضع حجر الاساس لبناء ان شاء الله مش عايز اقول الفرع اهلي التجمع باذن الله. اهلي التجمع الخامس ان شاء الله هي دي السلسله الذهبيه اللي بتكلم فيها، هو ده التعاون المثمر في مش بس مجالس ادارات قيادات لاعبين اجهزه فنيه واداريه. النادي الاهلي يا جماعه هو بيمشي كده، ده النادي الاهلي ودي اسلوب النادي الاهلي. عشان كده ايا كان مين في موقع المسؤوليه فيما هو قادم ارجو ان هو يحافظ على نفس الاسلوب ونفس الاداره لان هو ده السبيل الوحيد للنادي الاهلي للحفاظ على مكانته وتاريخه وقيمه ومبادئه وكمان بطولاته اللي هي شيء بالنسبه لنا طبعا بنفخر بيه لان اعتقد ان النادي الاهلي يمكن اكبر الانديه على المستوى العربي او الافريقي ان يكون عنده هذا الكم الكبير من البطولات ومن النجوم. يعني حبيت ان انا اقول لحضراتكم هو ده اسلوب العمل في النادي الاهلي. النهارده لما يجي بقى نفكر في النادي الاهلي بالتجمع الخامس، الحقيقه لما نلاقي جنبنا الهيئه الهندسيه هي اللي معانا اعتقد احنا مطمنين. يعني حتى احنا بنتكلم في مجلس اداره كان كل الناس اول ما جينا اسم الهيئه الهندسيه كله قال يا جماعه لا احنا لازم نشتغل مع الناس دي لان احنا هنبقى عندنا من الثقه الكامله ان يطلع حاجه ان شاء الله تليق بالنادي الاهلي وبالهيئه الهندسيه وشغلها الواضح على مستوى الجمهوريه كله. طبعا كمان مش عايز اكرر تاني بالنسبه لسياده الوزير الحقيقه يمكن دكتور اشرف داعم دايما لاي منشأ رياضي جديد وهو النهارده فعلا يمكن الفتره الزمنيه اللي احنا عشناها مع بعض الفتره اللي فاتت يمكن شرفنا بالحضور في اكثر من مناسبه انشائيه بالنسبه للنادي الاهلي ورياضيه بالنسبه للنادي الاهلي. عشان كده انا بشكره جدا وبكرر الشكر ليهم وان شاء الله يكون على خير وباذن الله. بشكر بقى كل الساده الحضور واللي شاهدين على هذا الامر اللي كلهم النهارده اعتقد ان هو تاريخي لكل واحد فيهم ان يكون بيضع حجر الاساس لنادي الاهلي التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله. يمكن برضه من مسيره النادي او من رؤيه النادي الاهلي ان يكون هناك فروع اخرى باذن الله. ابتدينا كمان دلوقتي بالنسبه لاخواننا في الصعيد اللي هو الحقيقه يمكن انا شخصيا اختي عايشه في الصعيد بقى لها من سنه حاجه و60 يعني. فان النادي الاهلي يتوجد كمان في قلب الصعيد وابتدينا بالاقصر اعتقد ان شاء الله القادم هو واضح بالنسبه لمسيره النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي في التنميه المجتمعيه من كافه الوجوه. بشكركم جدا مره ثانيه للحضور وان شاء الله على بركه الله نفتتح بقى المركز الجديد بالنسبه للنادي الاهلي. شكرا.
فينا قيم ومبادئ وازاي في العتمة نصر ونلاقي النور ونقوم ونعدي من اول يوم في الاهل لحد اللحظة دي كله بيجي والاهل تملي الفوق بيفوق الكل في اي تحدي في الاول دايما سابق وزرع فينا قيم ومبادئ وازاي في العتمة نصر ونلاقي النور ونقوم ونعدي يوم تاريخي لكل من ينتمي لمنظومة النادي الأهلي ويوم بيحقق فعلا كلمة جيل بيسلم جيل أو أجيال بتسلم بعض هي دي الحقيقة اللي النادي الأهلي عايش فيها فعلا وهي دي مبادئ النادي الأهلي. يمكن كابتن ألف كلمته أرض ميت نصر كان اللي فكر فيها ستفيل المرتجي رحمة الله عليه اللي اشترى الأرض الكابتن عبد صالح الوحش رحمة الله عليه اللي نفذ أهل ميت نصر مجلس كابتن صالح سليم رحمة الله عليه نفس القصة الشيخ زايد اللي فكر كان كابتن صالح سليم الله يرحمه اللي نفذ واشترى كان كابتن حسن ومجلس إدارته اللي بنى أول مبنى وبنى الدنيا التحتية وجهزها كان مجلس كابتن حسن اللي جه افتتح المرحلة الأولى لهذا الفرع في الشيخ زايد كان مجلس المهندس محمود طاهر. النهاردة نفس القصة يمكن اللي فكر أو اشترى الأرض أو دفع أول جزء من فلوس الأرض كان مجلس المهندس محمود طاهر. النهاردة مجلس كابتن محمود الخطيب بيستكمل بعد حتى احنا هو قال وأشار في كلمته يمكن كان في مشاكل في الأرض احنا غيرنا الأحداثيات بالتنسيق مع سيادة رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء. وفي نفس الوقت النهاردة احنا اسندنا المشروع للهيئة الهندسية طبعا كلنا شايفين المشاريع القومية الهيئة الهندسية بتعملها في البلد عاملة شكل عامل ازاي على مستوى 27 محافظة فطبعا كان اول اختيار لينا كالهيئة الهندسية وشرفنا اللي هم وافقوا يكونوا شركاء معنا في تنفيذ هذا المشروع. وزي ما احنا شفنا النهاردة يمكن احنا متعودين معاهم دايما على السرعة في الوقت وسرعة في التنفيذ والجدية وبنتمنى لهم التوفيق وبنشكرهم جدا جدا اللي هم شرفونا النهاردة. طبعا لازم نشكر سيادة الوزير أشرف صبحي اللي بيتحرك في كل مكان وداعم المباني الرياضية وداعم الانشاءات الرياضية وداعم الاحداث الرياضية دايما بيبقى موجود وبيبقى حريص جدا اللي يبقى موجود فطبعا له كل الشكر والتقدير. بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وبنشكر كابتن محمود الخطيب الدؤوب الحريص جدا اللي هذا المشروع يعني يتم إنجازه في أسرع وقت ممكن والمرحلة الأولى تبقى فيها افتتاح رسميا بقى نيجي نحضر بقى بجد بقى في أسرع وقت ممكن. يمكن أنا كنت جاي مع صديق ليا فبقول له إحنا عايزين وإحنا ماشيين في الطريق نقول إحنا جينا الفرع ده وهو في الصحراء. يمكن مدينة نصر الكلمة دي اتقالت وأهالينا قالوها النهاردة مدينة نصر ما شاء الله متعمرة الشيخ زايد اتقالت النهاردة الشيخ زايد خلاص بقى فيه ما بقتش صحراء لا الشيخ زايد بقت مجتمع عمراني. النهاردة النادي الأهلي بيشارك في التجمع الخامس الصحراء احنا شايفينها دي يعني خلال سنوات مش هتبقى صحراء هتلاقي فيه تنمية وفيه تنمية مجتمعية كويسة وعمرانية كويسة هو ده اللي احنا بنتكلم فيه وده دور النادي الأهلي فربنا يوفق إن شاء الله بإذن الله. وهرجع أقول تاني هو شرف لأي حد اللي هو موجود النهاردة وشرف لأي حد اللي هو بيحضر الخطوات اللي بيتحرك فيها النادي الأهلي في المرحلة اللي احنا فيها. تجاوزت نسبة 90% ويمكن انت نفذت حاجات خارج البرنامج الانتخابي ومتطلبات شغالة على طول. يمكن تركيزنا احنا على عائلة النادي الأهلي تركيزنا كان الأهم على رواد النادي الأهلي ويمكن لسه كنت بتكلم مع أستاذ فؤاد رئيس لجنة الرواد بنحاول نلبي طلباتهم على قد ما بنقدر وهم حاسين بده كويس. مدينة نصر يمكن يتنقل نقلة ثانية خالص فرع الشيخ زايد الحمد لله احنا ابتدينا فيه إنشاءاته وربنا يسهل في خلال شهور معدودة برضه هيبقى فيه نقلة مختلفة في فرع الشيخ زايد اللي في فرع الجزيرة نفس القصة. انت بتتحرك ومدينة نصر انت بتتحرك النهاردة على المستوى سواء البنية التحتية للصيانة دي وفيها عندي مدير إدارة الصيانة بيبذل مجهود جامد جدا هو فريق العمل اللي معاه وبتتحرك في نفس الوقت مع المشروعات المستشار الهندسي المهندس سامح فانت شغال على جزئين جزء بتعمل صيانه للبنيه التحتيه في النادي صالات وملاعب وكل ما هو ما انت متخيله غرف خلع ملابس يمكن الناس شايفه هذا الموضوع وفي نفس الوقت انت بتشيد مشروعات وانشاءات جديده الصالات اللي اتبنت سواء في مدينه نصر او بتتبني في الشيخ زايد او اتبنت في الجزيره انت بتتحرك بمنتهى السرعه وبمنتهى القوه الى جانب ده الاهم بقى الاحداث الرياضيه اللي احنا شغالين فيها المباريات فكل ده الحمد لله رب العالمين توفيق ربنا سبحانه وتعالى لان انت معاك رئيس مجلس اداره مش عايز افضل اتكلم هو انت عارفين طبيعته عامله ازاي هو دؤوب جدا جدا وفي نفس الوقت هو هادي ففي
تيم ورك زي ما انت شايف. اهم حاجه يبقى في ناس بتحب بعض، بنسيب الخلافات على جنب، كل الناس بتشتغل. انت بتشتغل ايه؟ بتشتغل عشان خاطر النادي الاهلي، محدش بيشتغل لوحده. من اول رئيس النادي الاصغر عامل النهارده كل اللي احنا واقفين فيه ده، من اصغر واحد لاكبر واحد كله بيشارك فيه. ده النادي الاهلي وده روح عائله النادي الاهلي، وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. بص النادي الاهلي ده يعني ده نادي له دور وطني منذ نشاته. خلاص النادي الاهلي بيتسم اللي هو بيشتغل بهدوء، في صوت عالي، ما بنزيدش على حد، بنشتغل بمنتهى الهدوء، بنشوف المجتمع المصري، بنشوف البلد، شوف الوطن محتاج مننا ايه، بنتحرك فيه في كل المجالات. احنا عندك النهارده مؤسسه مسؤوليه المجتمعيه موجود فيها، ازاي انت بتراعي الناس وتبقى موجود في كل مكان، سواء الاورام، سواء مستشفى 57، سواء مستشفى بهيه، سواء انت بتتحرك في كل المجالات دي، بتتحرك على المستوى الرياضي، وده الاهم والاهم والاهم. فرع النادي الاهلي في الاقصر، الحدث العظيم اللي احنا بنتكلم فيه، احنا وصلنا ازاي يبقى عندك حاجه اسمها محو امنيه الرياضه. محو امنيه الرياضه دي يعني من حق كل مواطن اللي هو يمارس الرياضه. ابتديناها من فرع الاقصر ان شاء الله باذن الله، اللي من خلاله هيبقى في نواه تاخد منها ابطال، لكن مش شرط تبقى بطل، لكن من حقك تمارس الرياضه. نفس القصه قطاع الاكاديميات اللي احنا بنتوسع فيه على جميع انحاء المحافظات، وخصوصا اكاديميه الكوره، وهنبدا ان شاء الله في الالعاب الاخرى. الاكاديميات دي مفهومه محو أمية الرياضة، أنت من حقك تمارس، من حقك تمارس اللعبة، من حقك تتعلم اللعبة، ولكن عشان تبقى بطل دي قصة ثانية خالص، وليها مواصفات وليها اختيارات وليها عيون تانية. الناس النهاردة بتتابع في كل مكان عشان خاطر هذا الموضوع، إزاي نصنع بطل. ولكن كابتن هو خطيب أهم حاجة عنده بالنسبة له إزاي يشارك في المجتمع المصري، النادي الأهلي يبقى موجود في 27 محافظة، إزاي من حق كل واحد يمارس الرياضة. النادي الأهلي بيعمل عليه، هو بيحلم وزيه زي اي مواطن مصري، ادى لبلده كتير، ادى لناديه كتير، هو بيحلم، هو نفسه كل الولاد تلعب رياضه، نفسه كل الاحفاد تلعب رياضه، نفسه كل الكبار السن يلعبوا يمارسوا الرياضه. فعلى قدر الامكان ده انت بتحاول توفر منشاتك الرياضيه ان شاء الله. طبعا هو ان شاء الله باذن الله كل ده من غير انت النادي الاهلي الاول دايما، كل ده لازم انتصارات النادي الاهلي هو ده التاج بقى اللي في الاخر اللي بيكلل كل هذه النجاحات. تاج البطوله، بطوله افريقيه ان شاء الله، الدوري، ومش الكوره بس، لا على مستوى الالعاب ان شاء الله كلها. فهو ده اللي احنا بنتحرك فيه، وهو ده حلمنا. وعشان كده احنا بنخاطب جماهيرنا ما تقلقوش، احنا متابعين كويس جدا، بس كل حاجه ليها وقتها. الناس النهارده بتتحرك، انا عارف عندكم اندفاع وعندكم دفعه، انا بقول لكم اطمنوا، احنا متحركين كويس وبنتابع كويس، بس سمعت النادي الاهلي في هدوء وبنتحرك بهدوء. عندنا مباراه مهمه يوم 20 ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها، عندنا مباراه مهمه بعدها يوم 29، عندنا مباراه لسه الله اعلم هتتلعب ولا مش هتتلعب يوم 24. النادي الاهلي جاهز في اي وقت، اتحرك. عشان كده احنا دايما بنقول في هدوء، عندنا فرقه ان شاء مسافره بكره، كلنا بنتكاتف ورا فرقتنا ان شاء الله باذن الله. بطوله تعدي يوم الخميس، هنبدا نخش في ملف تاني احنا شغالين فيه، وانا بطمن الجمهور ان شاء الله باذن الله ازاي يبقى في اكبر عدد من الجماهير موجود، بالتعاون مع الجهات الامنيه، بالتعاون مع السيد وزير الشباب والرياضه، بالتعاون مع رئيس لجنه المسؤول عن كره القدم الاستاذ عمرو الجنايني. الكابتن شغال في هذا الموضوع من غير ما يتكلم، من غير ما يقول حاجه، من القرعه، من ساعه ما القرعه اتعملت وتحدد الماتش يوم 29 او 28 29 واختاروا يوم، فاحنا اخترنا 29 بالفعل واخترنا على طول. احنا انا قلت قبل كده وهفضل اقول، احنا بنشتغل بنظام مؤسسي، كل واحد عارف دوره كويس قوي، كل واحد لو في تكليف فوق دورك بتستنى بتاخد التكليف بتاعك من سيد رئيس النادي، هو عارف دوره كويس قوي بيتحرك ازاي، الاداره التنفيذيه عارفه بتتحرك ازاي، اداره الكوره عارفه بتتحرك ازاي، النشاط الرياضي نفس القصه. طمنوا، اهم حاجه دعمكم لفرقتكم، دعمكم لينا المستمر هو ده اللي بيخلينا دايما الحافز اللي احنا بنتحرك ان شاء الله. قوم يا اهلي شوف ولادك والبنود، شوف كتيبك، شوف جنودك والحشود، شوف ايات النصر في كل العمود، شوف وسجل بيها امجاد الخلود. انت دايما، انت دايما، انت دايما 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 في الامان.